السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله الكل بخير. إن شاء الله راح نكمل محاضرتنا، فإن شاء الله هاي المحاضرة رقم 12 اللي هي Selection of Artificial Teeth. طبعا احنا أخذنا بالمحاضرات السابقة احنا شلون ناخذ الـ Vertical Dimension، شلون ناخذ الـ Horizontal Relation، فبعد ما ناخذهن احنا من Patient Mouth لازم ننقلها للـ Articulator. ولما نقلناها للـ Articulator طبعا لازم شنو نسوي؟ لازم نسوي Arrangement للأسنان. قبل ما نسوي ارنجمنت لازم نسوي سيلكشن للارتفيشال تيث، لان عندنا اكو هواي اختلافات وهواي شغلات حتحدد لنا شلون نحدد الاسنان اللي حنعوضها للبيشنت. فمحاضرتنا اليوم هي سيلكشن اوف ارتفيشال تيث. اوكي، فالسيلكشن اوف ذا ارتفيشال تيث راح نقسمه قسمين، هو سيلكشن للانتيريور تيث وسيلكشن للبوستيريور تيث. اوكي، فالسيلكشن اوف انتيريور تيث عادة طبعا اهم فاكتور هو اللي يحدد لنا السلكشن مالتنا هو الاستاتيك. اوكي، فالاستاتيك هو اكثر عامل يحدد لنا سلكشن مال ارتفيشال تيث. طبعا احنا ايش نحتاج نحدد؟ نحدد السايز مال الاسنان، الفوم مالتها، والشيد مال الاسنان. فهذه هاي الثلاث شغلات نقدر نحددها. اذا طبعا عندنا هوايه شغلات حتى نحدد بيها شكل الاسنان والحجم واللون. طبعا عندنا نقدر ناخذ من شنو؟ from pre extraction records. اذا البيشنت يراجعنا صار لفتره، يعني عندنا كرونيك بيشنت وخلال مرور الزمن شلعنا له، فنقدر شنو؟ نقدر احنا عندنا diagnostic casts احنا مشتغلين له قبل، او pre extraction photographs هو البيشنت عنده يشوفنا اياها، او pre extraction radiographs حتى نحدد السايز والفورم، او observation of teeth of close relatives يعني ابنه او بنته اذا احد وياه يزورهم، يعني يجون ويا البيشنت ريليتيف مالته، نقدر نحدد ايضا من عندها. او طبعا بريزيرفد اكستراكتد تيث، اكو بعض البيشنت يحظن يعني ياخذ اسنانه هو المقلوعه، فعن طريقها نقدر نحدد. فعندنا هواي شغلات نقدر نحدد بيها الـ الـ الاسنان مالتنا. اوكي، هذا نجي اخذناها في حاله انه احنا عندنا بري اكستراكشن ريكورد. ففي حاله انه ما احنا عندنا البيشنت هسه تو اجانا، هو ما عنده، اول ما اجانا البيشنت كومبليت وما عندنا ريليتيف او ما عندنا اي فتشي نقدر نحدد به. فعندنا عوامل عن طريقها راح نقدر شنو؟ راح نقدر نحدد بها شنو؟ قلنا احنا عندنا اهم شيء اللي هي الشيد والسايز والفوم. اوكي، فهسه واحد واحد راح ناخذهن وراح نعرف واحد واحد شلون راح شنو نحدد كل عامل من هاي العوامل بالسلكشن مال انتيريور تيث. فالشيد هو شنو هو الشيد؟ الشيد اتس مين ديجري اوف داركنس اوف ذا كلر، يعني السن مالتنا هذا اللون مالته يا اما يكون برايت او يكون دارك. فالافرج مال اللون مال الاسنان هو يكون بين اليلو اند جراي. اوكي، يعني هذني اللونين اللي حتحدد لي لون الاسنان. طبعا احنا عندنا شو اسمه، فالشيد حيكون بتوين تو ذيس ديجريز. اوكي، يعني فبين اليلو اند جراي. فالفاكتورز اوف شيد سيلكشن، احنا من نريد نحدد الشيد مال البيشنت اكو عندنا عوامل، هاي العوامل راح نعتمد عليها حتى نحدد شنو؟ حتى نحدد اللون مال الاسنان. فطبعا عندنا شنو؟ عندنا اهم شيء الايج. كل ما يكون البيشنت يونغ كل ما تكون الاسنان برايتر، كل ما تكون الاسنان مائله الى البياض. كل ما يتقدم البيشنت بالعمر ايش راح يصير به؟ راح يصير عنده شنو؟ راح يصير عندنا شنو؟ عندنا يتكون سكندري دينتين احنا بمرور الزمن. فمن يتكون سكندري دينتين ايش راح يصير؟ راح تكون الاسنان تكون مائله الى شنو هو؟ تكون مائله الى داركر، تكون يلوش اكثر. فكل ما يتقدم البيشنت بالعمر كل ما شنو؟ كل ما لازم نختار له لون مو كلش ناصع البياض. وطبعا ايضا شيء عندنا هواي عوامل، عندنا الاتريشن ايضا حيلعب لي دور، حيخلي الحوائي، وعندنا الفودز وعندنا التوباكو، فكل هاي راح تحدد لنا اياها. فاحنا عادة كل ما يتقدم البيشنت من العمر كل ما شنو؟ كل ما نختار له لون داركر. عندنا السكس، السكس ايضا يلعب دور. ليش؟ لان بالفيميلز عادة لازم شنو نختار؟ اسنان تكون شنو؟ تكون برايتر ذان ذا ميلز. كومبلكسيتي، كومبلكشن اللي هو شنو هو؟ اللي هو الكلر اوف ذا بيشنت. فاذا كان البيشنت هو
دارك كلر، احنا ما نقدر نختار له برايتر تيث، لازم نختار له اسنان شويه داركر. ولو عاده احنا من نشوف البيشنتيه اللي هم الدارك سكين عاده تكون اسنانهم مائله للبياض، بس ليش؟ لان هذا اكو اختلاف بين لون السكين مالتهم واسنانهم. وطبعا ايضا عندنا شنو؟ عندنا البيشنت بريفرنس. احنا بيجي حاله احنا من نختار الاسنان هو ما عنده اي سن البيشنت، فاحنا نقدر نتلاعب باللون. فبيجي حاله شنو نسوي؟ احنا نجيب له سيت مال اسنان فنشوفه اكثر من لون، نقول له يا بعدنا هذا اللون وعندنا هذا اللون. وطبعا راح احنا نشرح له، راح نشرح له نقول له بمرور الزمن راح يصير عندك اختلاف باللون، طبعا الميل والفيميل الاختلاف، نقول له احنا لازم نشوف لك لون قريب من لون وجهك، فحتى شنو؟ حتى نحدد له اللون. وطبعا هو راح يشوف اكثر من لون راح يختار اللون واحنا وياه يعني. فبيجي حاله راح ناخذ راي البيشنت ويصير عندنا شنو؟ بريفرنس، يعني هو حسب اختياره. هاي كلها في حالة السايز مال الأسنان. طبعا السايز أيضا عندنا شنو؟ عندنا فت فاكتورز راح تأثر لنا على شنو؟ على السلكشن مال السايز مالتها. طبعا بالانتيرير تيث عندنا شنو؟ عندنا لينث وويدث، وعندنا أيضا شو حنسوي له؟ الميثود أوف بير كومباريجن، يعني شلون نشوفه أكثر من قياس وهو يختار. فاللينث مال الأسنان شلون أنا أختار اللينث؟ فاللينث مال الأسنان Length of the upper anterior teeth is controlled by the interridge distance and length of the upper lip. طبعا الانترريدج ديستنس احنا بعد ما شلنا الاسنان رزج ورج عندنا الابر واللور، فالمسافه اللي باقيه بيناتهم اذا كانت صغيره احنا ما راح نقدر نختار اسنان طويله، راح تحدد لنا المسافه اللي بيناتهم. والعامل الثاني اللي هو المهم اللي هو شنو هو؟ اللي هو length of upper lip. فاذا كانت short lip فعندنا ايش راح يطلع؟ ايش قد من الاسنان لازم؟ مور ذان 2 ملم. احنا طبعا بالعادي هو يطلع لنا 1.5 الى 2 ملم، بس اذا كانت الشورت ليب طبعا راح يطلع لنا اكثر شنو؟ اكثر من 2 ملم، وايل ذا ميديوم ليب راح يطلع لنا 1 الى 1.5 ملم، وايل ان لونج ليب كل شيء ما راح نشوف. فبيجي حاله راح يكون اللينث مال اسنان عندنا يعني اصلا ما تبين مرات، يعني كل شيء ما يبين من عندها في حاله انه كانت لونج ليب. Length of the lower anterior teeth should be within the level of the lower lip. عاده ويا مستوى اللور ليب هذا شنو يكون؟ Length مال lower anterior teeth. فهنا اللينث شنو حدد لي اياه؟ حدد لي اياه الليب. الويدث العرض مال الاسنان هنا نقدر نعتمد عليها بطريقة رياضيات حتى نحدد شنو؟ حتى نحدد الويدث مال anterior teeth. فأخذنا طبعا الزيجوماتيك، احنا عندنا زيجوماتيك بون، فقاسوا المسافة بين التو زيجوما الباي زيجوماتيك ويدث، قاسوا هاي المسافة فلقوا انه علاقة بين الويدث of the upper central incisor ويا الباي زيجوماتيك ويدث هو شنو؟ هو 1 الى 16. اوكي، فالمسافه من 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 بين تو زايغوما الويدث ما سنترال يكون شنو؟ 1 على 16 من الباي زايغوماتيك ويدث، وايل ذا ويدث اوف ذا ابر انتيرير تيث كلهن يكون عاده 3.3 للباي زايغوماتيك ويدث. اوكي، هاي اعتمدنا رياضيات. ايضا مرات الويدث فروم ذا تيب اوف ذا ليفت كاناين تو ذا رايت كاناين از اولموست ايكوال تو ذا ويدث اوف ذا نوز، يعني احنا عادة من ناخذ المكان مال الكناين فهو شنو؟ هو من الالا اوف ذا نوز، ما ناخذ خط نأشر وين هذا ايش حيحدد لي؟ حيحدد لي مكان الكناين. فبين التو الا اوف ذا نوز اللي هي الرايت والليفت هاي لازم شي يكون من هنا الكناين ومن هنا الكناين، فالمسافة كلها مال انتيرير تكون من الكناين للكناين ويا شنو؟ ويا النوز اوف ذا بيشنت. وايضا الويت اوف انتيرير تيث كان بي ميجرد on upper occlusion rim depending on buccal frenum و corner of the mouth and the canine eminence. اذا طبعا شنو هو؟ ايضا نقدر نحددها على شنو؟ باعتمادنا على شنو؟ باعتمادنا على البوكال فرينم، هذا حيحدد لنا الميد لاين، الكورنر اوف ذا ماوث والكانين ايمننس اللي هاش حتحدد لي كلها، حتحدد لي كل الانتيريور تيث الويث مالتهم.
الفورم مال الاسنان. اذا هسه انا بقى شنو بقى شلون احدد شكل الاسنان؟ انا شلون اقدر احدد شكل الاسنان؟ ايضا عندنا شنو عندنا؟ عندنا فاكتورز حتحدد لي اياها، اللي هو الفيس فورم، يعني شكل الـ 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 الوجه مال البيشنت. طبعا اكو هواي اختلافات، فمثلا يعني اعتمدنا على الفرونتال لاين من احنا البيشنت واقف قدامنا دنباوع عليه راح نلقى شقد شلون شكل البيشنت. فلقوا انه مثلا عندنا عاده ثلاث انواع من الفيس فورم، يا اما يكون سكوير شكل الاوتلاين مال البيشنت من ابا عليه فرونتال، او يكون تراينجل او تيبرينج، او يكون اوفويد. فعلى هذا الاساس سوونا انواع مال اسنان، اشكال مال اسنان، فاما تكون مثل السكوير شكل الاسنان، او تكون اوفويد، او تكون تيبرد، او تراينجل. فهذا على شنو؟ هذا هاي الاختيار حيكون على شكل شنو؟ الفيس فورم مال بيشنتس. ايضا احنا مثلا وراء يعني حسب شكل البيشنت من الميزيال، اذا باو عليه من ميزيال او ديستال، ايضا اكو عندنا اختلافات. يعني اما مرات يكون شيء يكون عندنا البروفايل مال بيشنت مالتنا من مباوع عليه من السايد، مرات يكون ستريت اوكي، او كونفكس يكون شكل البيشنت، او كونكيف. فهنا في شي حاله راح نسوي ايضا الليبيال سيرفيس مال الاسنان حيكون يعتمد على هذا، يا اما يكون ستريت شكل الليبيال سيرفيس، او يكون كونفكس، او مرات يكون كونكيف، بس قليل كونكيف، اكثر شيء كونفكس او ستريت. اوكي، فبيجي حاله هنا ايش اعتمدنا من مباوع عليه من الفرونتال، او مباوع عليه من السايد. طبعا العامل الثاني اللي حيحدد لي اياه الفورم مال الاسنان هو السكس والايج والبيرسوناليتي مال البيشنتس. فعاده بالرياجيل الماسكلاين فورمز اسوشيتد وذ سكوير كيوبويدال اند انجولار فورمز، والفيمينين فورم اسوشيتد وذ مور راوندد اوفويد اند تيبرينج فيتشرز. اذا من عندي مثلا رجال اريد اسوي له اسنانه، عاده شنو كل نسوي للاسنان؟ تكون سكوير اور انجولار فورم، يعني بها زوايا 90 درجه. بس عاده بالفيميل لا، نسويها راوندد او اوفويد او تيبرينج فيتشر. عاده تكون هاي اشكال مال شنو؟ مال نساء. الايج مال بيشنت، احنا قلنا كل ما يتقدم البيشنت بالعمر حيصير عنده اتريشن. فعاده احنا بالكبار شو نسوي؟ نسوي الاسنان عاده شو تكون؟ تكون كانما هي كلها شنو؟ كانما كلها يعني سكوير، لان يعني صار بها اتريشن. وايضا البيرسوناليتي مال البيشنتس، اكو ناس من مباوع عليه نلقاها مبين شخصيه او شيء هذا. فاحنا شنو؟ الفيجرس تايبس اوف بيرسون هاف تيث اوف ا سايز اند فورم وذ بروميننت ماركينج ديفرنت فروم ذوز of a delicate appearing woman. فعادة الرياجيل تكون شنو؟ قلنا اسنانهم شو تكون؟ تكون ما الا تكون انجولار او سكوير، وبس شنو؟ بالفيميل تكون لا، تكون شنو؟ تكون اوفويد او راوندد. يعني بهذه الحالة ايضا شنو؟ ايضا عندنا شنو؟ نقدر ايضا شنو؟ الميثود اوف بير كومباريجن، نقدر ايضا شنو همينة نشوفه للبيشنت، نقول له عندنا هذا هيك شكل وهذا هيك شكل، فانت شنو اللي يعجبك؟ وطبعا لازم احنا نشرح له وياها، نقول له هذا مثلا الفيميل نقولها لازم تكون راوندد اكثر شيء، بالميل نقولهم لازم تكون سكوير. طبعا شوفوا هسه هنا مثلا هسه بالصورة احنا هنا مثلا اعتمدنا على الاوتلاين مال البيشنت، شوفوا اكو هواي اختلافات، يعني مثلا يكون سكوير، مرات يكون سكوير تيبرنج. طبعا هاي هواي شيء بس حتى تشوفوها بالصوره وتعرفون انه مثلا شوف شلون شكل الاوتلاين مال البيشنت، على اساسها حيحددون نوع الاسنان مالتنا. اتمنى ان شاء الله تكون هاي المحاضره سهله بالنسبه لكم. هي هاي حلوه لان لها علاقه بالاستيك وشلون نختار الاسنان، شو لها علاقه بالبيشنت هي مالتنا. واتمنى لكم الموفقيه، وان شاء الله اي سؤال عندكم اني جاهز. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.